مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج سكور. اليوم رح نحكي فيه عن الرياضه اللبنانيه مع الحاج جهاد عطيه، رئيس وحده الانشطه الرياضيه المركزيه في حزب الله. مساء الخير حاج. اهلا، كيف حالك؟ ومع مروان راسي بالطبع رح نحكي عن انطلاقه موسم بطوله العالم بالفورمولا 1 بالطبع، بالاضافه الى اخبار الموتو جي بي اللي كانت بقطر واحداث رياضيه اخرى. ولكن بدايه حاج، نحن وياك بدنا نحكي عن موضوع الرياضه اللبنانيه. برايك الرياضه اللبنانيه اليوم هل هي بخير، بألف خير، أم أنها تعاني من مشاكل عديدة؟ يعني نتمنى أنها تكون بخير، بس لا، وضع الرياضة اللبنانية مثل وضع كل المسائل الموجودة بلبنان، مثل كل الملفات. بس نحن بهمنا بموضوع الرياضة عادة أنه تكون محيدة عن كل المشاكل، وتكون هي بعد ضوء بهذا البلد نتيجة أهمية الرياضة وما تحمل من اهتمام خاص بالشباب يلي هن مستقبل البلد، هن مستقبل لبنان، وهن الاساس اذا فينا نقول. طبيعي، عشان هيك انه الاهتمام بالرياضه ممكن يؤدي لشباب متعاون متكافل وطني يحب بلده مثل ما لازم، لانه الرياضه فيها كل هيدي القيم. نحن عشان هيك بنشتغل بالرياضه، نستهدف فيها هيدي القيم الانسانيه والاخلاقيه يلي بنسميها نحن الروح الرياضيه. الروح الرياضية. في الروح الرياضية. لا، بس إذا ما في مش الروح الرياضية مشكلة. يعني بعد في عنا روح رياضية، بس عم نشوف إنه في عدد كبير من الأندية وعدد كبير من الاتحادات عم تتمترس وراء ربما أحزاب معينة. والغريب من الكلام اللي عم نسمعه كونك مسؤول سياسي ورياضي بنفس الوقت، إنه أنتوا عم بتجربوا تحيدوا الرياضة وهن عم بيجربوا يغرقوا الرياضة بالسياسة. مش غريب هذا الكلام نوعا ما؟ لك في نظرة عامة انه كل شيء بتفت له السياسي يعني بيتلوث، يعني ما منيح بلبنان، ولكن في العالم ككل لا، هي مختلفه الصوره. هو العمل السياسي اذا بدك تدخله على الرياضه، اذا كان متقن لازم يدفع بالرياضه للامام، بينما اذا كان السياسي لحتى يفوت بالزواريب وبطريقه التعاطي بالمسائل السياسيه بالبلد، بده يلوث الرياضه مثل ما عم يلوث كل الملفات الثانيه. بس الرياضة لأنه هي بتحمل بطياتها قيمة عالية جدا، وما بتتحمل يعني لا سمسرات ولا يعني طائفية ولا مذهبية ولا شيء، فلازم نحن نبعد. يعني حتى نحن مثلا بحزب الله توجهنا أنه نقرب اللي بعض السياسة نقربه بالرياضة. صح. الرياضة نتعاطى معها بشكل رياضي بحت. بس على كل حال ايضا ببعض الملفات وخاصه بكره القدم، نادي العهد القريب منكم يعني عم يحقق نتائج ممتازه بالسنوات الاخيره في كره القدم. يعني نادي العهد نموذج عم يتقدم انه كيف بينشغل بالرياضه بالامكانات المتاحه الموجوده بهذه الايام، وبكل بظل كل هالصعوبات الموجوده انك انت تقدر تعمل نتائج. المهم تعمل اللي عليك بالنهايه، والتوفيق يعني على الله. اذا احسنت انت العمل بنوصل لهذه النتائج اللي عم نشوف ان شاء الله نقدر نوصلها. على كل حال بدنا نحكي عن موضوع نحن وياك بعد شوي، له علاقه بالاتحادات الرياضيه بالشباب وميزانيات الرياضه بلبنان هل هي كافيه. ولكن خلينا ناخذ مثلا الملف يلي كنا عم نحكي نحن وياك فيه تحت الهواء عن ملف الدول العربيه، كيف بدول الخليج مثلا اخذت ملف الرياضه وحطته واجهه لها بالوقت اللي نحن عم نقتل الرياضه قد ما فينا بهالاطار. مزبوط مروان؟ يعني اليوم حلبة البحرين كانت اول حلبة فورمولا 1، بعدين شفنا بابو ظبي عصر الرياضات الاوروبيه افتتحتهم بالمنطقه العربيه، ولحقتها لوسيل، ولحقتها كمان ابو ظبي ودبي. دبي كمان عندهم، عندك بشرم الشيخ حلبة كارتينج مهمه جدا مثل البحرين. يعني اخذوا هذا العنوان، العنوان الرياضي، واستغلوه بعالم الرياضه الميكانيكيه. لا، وحتى بالرياضات بقطر بجنسوا ناس بكل انواع الرياضات. منا غلط يعني، في ناس تستغرب انه يمكن بكره الطاوله ضد التجنيس، بتشوف حدا قطري صيني، بس كمان بالفريق الالماني للسيدات بتشوف صينية. سيده المانيه صينيه. يعني اخر شيء بالنهائيات بتشوف صين عم بيلعبوا مع بعضهم، بس حاطين اشارات الدول يلي هن انتموا لها بعدين. بس هذا شيء كثير منيح، كله بحسن الرياضه عند ابناء البلد.
على كل حال خلينا نتابع نحن وياك مروان التحقيق الوحيد اللي راح نشوفه اليوم بحلقتنا، وهو تحقيق العلاقه بالفورمولا 1 مع انطلاقه بطوله العالم لهالموسم. صح، نحن نجيب وصلنا على موسم 2016 وكلنا امل انه يكونوا الفيراري وبقيه الفرق اقتربوا من فريق مرسيدس. عند الكواليفاينج نهار السبت خاب الظن شوي صغير، شفنا مرسيدس سابقه البقايا، على القليل اللي اقرب ناس لها كانوا الفيراري وفرق 17 من الثاني. على كل حال منشوف بهالتقرير شو صار معنا خلال السباق. بانطلاقة السباق الفراري برزوا انه هن الافضل، كل من سيباستيان فيتل وكيمي رايكنون خلفه بيقدروا يتجاوزوا، وهون اريفا باني مبسوط كتير، بيقدروا يتجاوزوا سائقي المرسيدس خلال أول منعطف، ومعركة كتير حلوة أول لفة، بس الفراري صمدوا بالمركز الأول والثاني. وباللفة 17 حادث كتير كبير لفرناندو ألونسو مع غوتيريز. هلأ بنشوف السيارة شو صار فيها بالآخر، يعني قديش جعلكت أي والله السيارة كوي ما بتنكوى. هيدا كل شيء ما تبقى من سيارة فرناندو ألونسو، وطلع بسرعة من السيارة، هو خبر انه هو بيعرف انه والدته بتكون عم تتفرج على السباق. كيمي رايكنن صار معه مشكلة، والبرودة اكيد كانت حاضرة عند الفنلندي، ما طلع من السيارة بسرعة كتير خلال السباق. من بعد ستوب وتوقف السباق من وراء حادث ألونسو تغيرت الاستراتيجيات، والفراريات بقيوا على الإطارات ما لازم كانوا يبقوا عليها، وقدروا بيفوزوا بالسباق المرسيدس، خاصة مع نيكو روزبرغ بالمركز الأول، وأكيد زميله هاملتون حصل على المركز الثاني. سيباستيان فيتل قدر حصد المركز الثالث، هو مبسوط من حاله، بس كانوا عم بيحكوا أنه نجيب خلال السباق لولا التوقف يلي صار والغيار الإطارات يمكن فراري كانت أفضل، كان فراري فيها تقدر تحاصر مرسيدس، خاصة بوجود كيمي رايكنون ورا فيتال بيقدر بيحمي شوي، كان فيها تحاصرون ويقدر فيتال يفوز بهالسباق. بس يعني هلا بنحكي عن الاستراتيجيات أكثر بسياق هذه الحلقة. حاج فأزن، الرياضة بلبنان أنت بتعتبرها أنه بوضعية جيدة نوعا ما، بس بدنا نحكي عن الاتحادات. الاتحادات اليوم عم بتعاني، لولا المبادرة الفردية للأهل، لولا المبادرة الفردية لبعض الأندية وبعض رؤساء الاتحادات، مشكلون يعني بيطلعوا خمسة ستة وأنت بتعرفون، عنا مشكلة بالرياضة اللبنانية، مشكلة تمويل هذه الاتحادات الرياضية. يعني الرياضة مثل كل شيء بدها تمويلها، والعمل الرياضي بهذه الأيام يلي هي صارت صناعة فيه لها تكاليفها العالية جدا، خاصة إذا كانت بدك تروح باتجاه الرياضة الاحترافية أو تسجيل نتائج على المستوى العربي أو الدولي أو الآسيوي، فأنت بتحتاج لتمويل. بس نحن ما فينا نوضع التمويل هو عائق أساسي ونعتبر أنه إذا ما في تمويل يعني ما بنقدر نعمل شيء والرياضة لازم تكون إلى زوال، وهذا غلط. فينا نحن بالخلال الاتحادات اللي عم تتبرع أنها تقود مجموعة من الأندية اللي بتنتمي لإلها، إنها ترفع مستوى اللعب اللي هي مسؤولة عنها على المستوى المحلي أكيد لحتى تقدر تعمل نتائج عربية أو آسيوية أو دولية. هيدا بيحتاج إلى جهد، بيحتاج إلى برامج عمل، بيحتاج إلى روحية عالية بالمتابعة، بعقلية إنه نحن كيف نقدر نوصل بهذا البلد إنه يأخذ ميداليات. الحس الوطني هو أساس لازم يكون. طب أنت برأيك موجود؟ هلا يمكن عند بعض الاتحادات موجود، بس الدوله كيف بدها؟ لا بس انه كيف بدنا يعني عندنا مثلا الياس نصيف بجودو قادر انه يحقق ميداليه ذهبيه، واكيد رح نشوفه عم بحقق ميداليه، ولكن عم يتمرن خارج لبنان. اليوم نحن كيف بدنا نحضر حالنا؟ عم نشوف انتم بكره القدم عم نصدر عدد كبير من اللاعبين المميزين لخارج لبنان. لك لبنان زاخر بشبابه وعنده المبادرات الفرديه، بس نحن حتى ما يصير فينا انه نقول كل شيء على الدوله، بس حقيقة الدولة بتتحمل مسؤولية أساسية بهذا الموضوع. أي بلد، مش الوزارة، الدولة، يعني هي كخطط دولة، الدولة هي أعم. هلأ الوزارة هي ميزانية هذه بدها تصرفها، تحكي أنا الموازنة هالقد، بس برضو بتتحمل مسؤولية بالنهاية، لأنه هي عم تدير هذه الموازنة. قد ما كانت محدودة في عندها سلطة رقابية، عندها سلطة إشرافية على كل هذه الاتحادات، فيها تقدر تمارس دور. هلأ قديش عم تشتغل بهذا الموضوع في نقاش، بس لازم نحن نلتفت انه ما بصير تضل امور متروكه للمبادرات الفرديه ومتروكه ل يعني الاهل او بعض الجهات الخاصه يلي بتدعم بعض اللاعبين. لازم يكون الدوله لها خطه مدروسه،
أنا على فكرة قريت خطط للدولة من أروع الخطط الموجودة. فينا نعرف شيء منه؟ لا، خطة الدولة موجودة بتجيب على الإنترنت يعني بموضوع الرياضة. بدون وبدون وحاكين خطط شيء بيعجب يعني، شيء جميل جدا، بس ما بعرف شو عم يقدروا ينفذوا منها هذه، لأنه هذه بدها فرق العمل الخاصة فيها. يعني بين وبينها كمان يعني لو بنقدر نحن نخلص المدينة الرياضية، مدينة كميل شمعون أو المدينة الرياضية مثل ما بتعرف أنت أنه لأي عمل رياضي ليرقى لازم يكون في منشآت راقية. نحن في عنا مشاكل متشعبة، أول شيء في عنا نقص بالمنشآت، وأكثر شيء والموجودة المنشآت الموجودة مش قادرين نشغلها مثل صح ما لازم. صح، وقت بتوقف على أنه والله العشب ما بينسقى لأنه ما في موازنة، بقوم بيبس بينشال من الخدمة ومكلف ملايين مزبوط الدولارات. يعني في شيء حياة مش مفهوم. لا مفهوم بس ما بتقدر تحكيه يمكن انه في كمان حتى مثلا هون ورانا في وقت كنت عم فرجيك الصور عن المنطقه، هون عم فرجيك مجمع ايميل لحود للسباحه، اهم مسبح عم نحقق الانجازات. جابرييلا دوي امبارح كسرت رقم لبنان ب 800 متر وشفنا كذا انجازات، بس مسبح اولمبي تيتمرنوا بالشتويه في صراعات سياسيه ربما او صراعات ماليه ما بعرف شو، ما عم بيخلص المجمع. بالعكس مثلا حلبة، البعض يقول انه بعض الحلبات بالخليج كلفت فوق 5 مليار. ايه اكيد كان في اوفر بايمنت اكثر من اللزوم بكثير، بس عم خلصوا خلصوا منها وبيكفي اسم البلد على الواجهه السياحيه العالميه. يعني وجود سباق فورمولا 1 بهذا البلد كثير مهم لإله، عنوان كبير جربنا نعملها بلبنان بالتسعينات، يعني كان بلش ينحكى عن، هلا عم ينحكى عن سباق كبير بكره بنحكي عنه قريبا جدا ببرنامجنا ان شاء الله، عم ينحكى عنه تنشوف اذا رح تزبط الامور ببيروت المدينة الرائعة يلي عن جد لازم هيك تستضيف أحداث رياضية كبرى، بس للأسف اليوم الوضع ما فينا نستضيف أي حدث كبير. حاج خبرنا اليوم ما هو الدور الرياضي لحزب الله؟ يعني حزب الله في يعني نحن بموضوع الرياضة نستهدف مجموعة قيم موجودة بالرياضة. نحن عنا شريحة كبيرة من هالشباب ومن الفئات العمرية يلي هي تشكل نواة لمواطن صالح بده يعيش بهذا المجتمع. إذا أنت ما استهدفته بعمل رائد وموجه ليطلع مواطن ومحترف صالح، هذا ممكن يروح باتجاهات مختلفة يأذي المحيط والمجتمع اللي هو عايش فيه، شئنا أم أبينا ما في. فعشان هيك نحن أول شيء عقليتنا بالتعاطي مع العمل الرياضي مع كل الشرائح بالمجتمع، مع كل الفئات العمرية، لأنه أنت بتعرف الرياضة هي ثقافة ونحتاج كتير لزرع الحافز الداخلي يلي هو المحرك لأي شخص بده يزاول للرياضة. الرياضة بتحتاج لإرادة، بتحتاج لأنه واحد يكون يحب ويهوى هذا الشغل لأنه عمل متعب. إذا ما في له هواية فيه ما بيرتاح فيه، ما بينبسط فيه، ما بحس بسعادة أثناء مزاولته الرياضة بمعزل عن النتائج الإيجابية اللي بده ياخدها، ما بيقدر يشترك بعمل رياضي، خاصة أنه متعب ومكلف وبيأخذ من وقته وإلى آخره، بده يفضلها على كتير شغلات تانية. فبس الرياضة لحتى أنت تقدر تستقطب فيها ناس ويقدروا أنهم يكونوا، لازم أنت تأمن بنية تحتية جذابة لتقدر تفوت عليها هول الشباب أو الفئات العمرية. عشان هيك بيجي نحن نقول انه الفئات العمرية بتبلش الرياضة تنزرع بوقت مبكر، بس ما حدا عم يهتم فيها صراحة بكل الالعاب. في محاولات احكي كعمل اتحاد، يعني نحن حتى ما نضل نكون عم نجلد حالنا في شيء، مثلا اسمها الرياضة المدرسية. الرياضة المدرسية هي شيء رائع جدا وهو مهم كتير، بس قديش عم ينشغل فيه، قد ايه عم ينتج، قد ايه عم يندفع عليه، قد ايه عم يشغل عليه بشكل بروفيشنال يعني بشكل محترف، هذا في حكي. هيك بدنا نسال صديقنا مازن ابيسع، كل حال جمعه الماضي كان عندهم عنوان كبير باليونسكو كنا عم نغطيه كمان. حياتي انا لا مازن شهادتنا فيه مجروحه صديق، بس عم بحاول وكثير تحسنت الرياضه المدرسيه بالسنوات الاخيره. بس زائد انه الرياضه المدرسيه مثل ما قلنا بتحتاج لمنشآت وبتحتاج لكادر متخصص. هلا انت بالمدارس الرسميه يلي فيها بتضم اكبر عدد من الفئات العمريه وخاصه يعني بمستويات مثلا اجتماعيه معينه،
وهول عادة عم بيكونوا نواة أي بطولات رياضية صح. وخاصة صح. رياضة كرة القدم أو هذه الرياضة. طيب هول الجمباز هل جنبه او يعني متعدده هلا بسبب ان احنا بنحكي بكره القدم لانه يمكن لانه كلفتها اقل وميسره الامور احسن وشعبيه اكثر وفي لها هواتها ومريديها. طيب نحن اذا هذه الفئات العمريه يلي عم نشتغل عليها مثلا بالمدارس الرسميه مين بده يكون عم يشغلها؟ مش اساتذه رياضه صح. متخصصين بدك تمرنهم بشكل جيد وبدك تعطيهم طيب. معاشات هول اساتذه الرياضه الأساتذة الرياضة منين بدهم يتخرجوا؟ مش من معهد العالي معهد التربية البدنية من كلية التربية صح. البدنية قديه عم تخرج؟ في حكي كنا قايلين احنا منقول انه بس المنشآت مش هي بتعمل الرياضة في منشآت في المشغلين لهي المنشآت يلي بيعملوا البرامج والقيمين عليها يلي هن أصحاب الكفاءات هول منين بيجوا؟ بدهم يجوا من الجامعات بدهم يكونوا متخصصين بالرياضة بس تقول الرياضة يعني كأنه شغلة مش منتجة ما فيها يعني منه هالاختصاص وشو بدك بالرياضة روح مول شي تاني مهندس محامي طبيب انه هيدي المشكلة اللي عم نواجهها بلبنان مع العلم انه التربية البدنية هلا الاستاذ اكبر فرص عمل متوفرة هي اللي هو الاساتذة الرياضة وهو بيشتغلوا بالعالم صح بدهم يمتازوا بكتير من الشغلات غير موضوع انت يعني انت شوف اليوم البي تي يعني اليوم اقل شيء صارت الموضة يعني بيرسونال ترينر بتحط $50 ستروح ساعة يعني كانوا يقولوا انه التنس غالية والخيل غالي فاليوم الرياضة خليهم يشتغلوا هلا من بعد البريك حاجة ايضا بدنا نحكي عن نشاطات الانتخابات المقبلة بالاتحادات الرياضية كلها ونشوف ايضا رؤيتك للمستقبل القريب في هذا الموضوع بريك ومنرجع سوا عودة مجددا لحلقة سكور لليلة مع الحاج هاد عطية رئيس وحدة الأنشطة الرياضية المركزية في حزب الله وأيضا صديقنا مروان راسي اللي رجعنا نشوفه مورد اسم الله بلش الموسم حاج هاد بدي أرجع أسألك سؤال كمان له علاقة بدور حزب الله في الرياضة في لبنان وما هي الألعاب اللي تقريبا عم بتركزوا عليها أكثر من غيرها نوعا ما هلا في العاب عاده الناس بتشدك لها لانه هي بترغبها مثل العاب لعبه كره القدم مثلا في هلا الالعاب القتاليه كثير مركزين عليها لانه بتنعمل بقاعات ومؤونتها مناسبه جدا وبتعمل غير مكلفه المطلوب وغير مكلفه والشباب ممكن يبرزوا فيها على الصعيد الدولي فيهم يعملوا للاسف لانه بالالعاب الفرديه بتقدر تعمل نتائج أسرع من الألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية بتعرف أنت مأخرين شوي على المستوى كلبنان يعني عن مستويات يعني الثانية وما عندك هالعقلية تشتغلوا الشباب بس مع على المستوى الألعاب الفردية في كتير شغلات منيحة. هلأ المشكلة عنا نحن حقيقة أنه بس بدك تفوت مثلا على الألعاب القتالية بتلاقي أنواع متعددة وكتيرة جدا بالألعاب حتى القتالية. حضرتك يعني في ألعاب معينة ما بعرف إذا تذكرها كنت ضده بمكان ما هلأ صراحة نحن مزبوط الألعاب القتالية نحن بهمنا مثلا في الكيوكوشين في الكاراتيه في الجيدو في التاي بوكسين ما بدك فيه إذا في ألعاب ألعاب كتيرة متنوعة ومتعددة طيب نحن لازم نلعبهم هول كلهم اذا نحن ما نحدد اللعبه في محددين مجموعه العاب وبيروحوا يعني للسيفتي اكثر ومامونين والى اخره بس اللعبه اللي وقفنا ضدها سموها اللي عملوا لعبه سموها العاب يعني قتاليه مختلطه شو يعني خبط خبط بعدين امام اي صارت طيب حقيقة نحن ما عنا شيء شخصي مع حدا ولا عنا موقف من يعني من حيالله لعبة بس هيدي اللعبة بترفع العدائية بشكل غير عادي يعني اثنين بس يفوتوا على القفص صح واحد بده يقتل الثاني ما في يعني ما بيتعاطى معه كخصم عم يتعاطى معه كعدو إذا ما بيقتله بده يقتله ما في روح رياضية يعني في روح رياضية بس ربما ما في 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 قتال عنيف انتفت الروح الرياضية بالرياضة إذا أنا خسرت منك بحييك وإذا أنا ربحت منك بتوضع لك
مش بدي ضلني خبط فيك وتخبط فيي يعني بعدائية عالية بترفع بدك تشوف دم وبدك تشوف أذية، هذه ما بتصير. كل اللي دافعوا عن الـ MMA انه هذه منا لعبة خطرة او انه ما كل الألعاب التانية بتأذي مثل هذه اللعبة، انه لا مش صحيح، هذه اللعبة مفتوحة ما في إلى قوانين منضبطة. هلأ في محاولة كانت لل مع الاتحاد الجديد ومع الشباب كلنا اللي بيشتغلوا بس فيها. هو الحكي وين انه هيدي عملت انه لا حبينا ناخذ وجهه نظرك بهذا الموضوع. وجهه نظري اذا هيدي بدها تتحول للام ام اي المعروفه يلي تفوت على اعمال سيرش على اي يعني مباراه بهذه اللعبه الا بدك تشوف دم وتشوف قتل وخبط، اذا هاي بدها تتحول هيك نحن ضدها. بس إذا بدها تصير لعبة مع قوانين، مع قوانين مثل اللي عم ينعمل ومشكورين إذا بيقدر يلتزموا فيها نحن ما عندنا مشكلة مع هذا الموضوع أبدا. نحن مثل ما قلنا مثل ما عندنا هم أنه نرفع مستوى البدني والقوة مستوى الأخلاق كمان هو أساس أن نكون عم نستهدف هذا الأساس بالرياضة. إذا بدك نحن بعالم الرياضة صحيح وبيشغلنا الرياضة وبالرياضة بما أنه نحن بلشنا حكينا منشآت وحكينا إلى آخره في عنا مشكلة الإعلام بالرياضة. الإعلام حلت؟ الإعلام يعني أنه يعني الشباب كلهم بيقفوا وراء المتاريس الإعلامية يا خي. طيب لحظة نحن عم نقول أنه الإعلام الرياضي في مشكلة، بدل ما يكون الإعلام تابع لمؤسسات خاصة تلفزيونية أو إذاعية أو شو ما كان، لازم يكون في دور هول الإعلاميين يلي هن عم يصنعوا هذا الخبر، هن بدهم يروجوا، هن بدهم ينشروا. إذا انتشر الوعي والثقافة والترويج للرياضة قديش طيب نحن ممكن نستقطب ناس بتعرف الإعلام بالأيام أساس صح. وأصل في فكرة اتحاد إعلام رياضي، هذا الفكرة قلعنا فيها طب قلعنا فيها، بس هيدي بتعرف انت اتحاد الاعلام الرياضي من 72 سنة من 2000 في مشاكل كان تيركب. هلا بالنسبه للبنان بعد ما ركب اتحاد اعلام رياضي، بس في بمرسوم موجود ب لجنه تاسيسيه اليوم. هلا انعمل لجنه تاسيسيه بس هو طالع مرسوم بهذا الاتحاد. هذا الاتحاد الاعلام الرياضي بيجمع الرياضيين، بكون في له هيئه عامه وله لجنه هيئه اداريه، هيدي بدها ترعى اعلام الاعلام لكل الرياضات. ليش بدها تكون في يعني الناس بتنقي على ذوقها او بحسب البيئه اللي عايش فيها؟ لازم يكون في ترويج للالعاب الرياضيه، لازم يكون في تغطيه للبطولات، هذا توحيد البطاقه يعني فينا نفوت على كل الملاعب من خلال هذه طبعًا البطاقه لازم. طبعا هذه وحده يعني هذا الاعلام الرياضي لازم يبلش ياخذ حيز، وما في يعني صار نعمل خطوه تاسيسيه للنظام صار يعني انشغل فيه الأسبوع الماضي خالص، وانت واحد من الهيئة يعني حتى ما نكون يعني بتعرف كل التفاصيل، بس انه لازم نحن نكفي بهذا الموضوع للآخر، لانه وهذا الخطوة منا موجهة لا للإعلاميين القدامى ولا الجدد ولا اللي بعدين، بالعكس هيدي بدها تحمل ولا أي هدف ولا أي غاية ولا أي غاية ولا غاية. حاج قبل ما نختم نحن وياك مع الانتخابات يلي صارت على الأبواب بلشت تحمر شوي شوي، خلينا ناخذ منك كلمة مروان، أي متى السباق الثاني؟ السباق الثاني أكيد بالبحرين 1-2-3 الشهر. هلا في قوانين جديدة دخلت هالسنة، 2 منهم حيرجعوا يلغوهم للسباق البحرين، منهم الكواليفاينج الجديد ومنهم كمان البيت ودرايفر راديو بان، كان يمنعون هالسنة انه يحكم مع السائق ويعدل بسيارته، ورجعوا اكتشفوا انه اكثر امانا انه يحكم مع السائق. هولي هالشغلتين حيتغيروا. السباق مش هذا الويكند، ويكند الموبيل تيش حنون للبضاعه كلها من استراليا تتوصل. عندنا ثلاث سباقات يعني ثلاث اربع سباقات قبل ما نصير باوروبا، بحرين، في صين، في روسيا، بعدين تندخل لاسبانيا بنرجع نشوف تغييرات جديده. التغييرات الجديده. حشو اذن بالختام، واكيد في كثير ناطرين هذه الحلقه تنحكي نحن وياهم بموضوع هيك على السريع، الانتخابات المقبله. هل حزب الله سيخوض هذه الانتخابات باتحادات معينة؟ أو ستباركون اتحادات معينة؟ نحن منقول أنه بالرياضة الرسمية كأندية صراحة ما عندنا هالصوت المؤثر بكل الاتحادات. اتحادات. في اتحادات معينة موجودين فيها، بس نحن حقيقة منحكي سلفا أي اتحاد في انتخابات وقلنا نحن صوت أو تأثير صغير أو كبير
اساس التصويت فيه هو الجامعة. مش لا لا مش جامعة يعني انه توحدون يعني ما يصير في خلافات. لا لا بدنا يجي ناس فاعلين يكونوا هن اكفاء بالعمل الرياضي. اذا هن عم يدعموا يعني اللي عم بده يشتغل للاتحاد رئيس الاتحاد او يعني اذا كان هو من الفاعلين من اللي عم يدفعوا باللعبه للامام شو ما كانت هذه اللعبه نحن معه بمعزل عن طائفته انتمائه السياسي او الى اخره. يعني بدنا نشتغل على اساس مصلحه الرياضه واذا كان محسوب علينا والى اخره وما عم يعرف يشتغل وعم يفوتنا بالحيطان نحن ضده سلفا مين ما كان يكون. هيدي السياسة العامة وهيدي التوجهات صراحة هيدي كلام الجميع بالرياضة. لا إذا أخذنا كل الاتحادات رح نكبر ولا إذا خسرناها كلها رح نصغر. نحن بهمنا إن تنجح الرياضة تنجح الرياضة ومين ما نجح بالرياضة وأنشأ أجيال صالحة رياضية نحن كسبانين لأنه نحن جزء من هذا المجتمع. صح. وهذا فيه صالح المجتمع بشكل عام. صح صحيح. هذا كلامنا كلنا سوا يعني نحن وياك نتمنى نحن اول شيء نكون بنبلش من حالنا ان نكون قد هذا هاي المسؤوليه وكل الاخوان اللي بيشتغلوا بهذا الرياضه او مسؤولين الاتحادات الى اخره بيحكوا نفس الحكي. بتمنى الكل يلتزموا بهذا طبعا ان شاء الله الكل يحكي بنفس الموضوع طبعا نحن مش كل واحد يوقف ورا متريس معين. نحن اكيد نحن عم نحكي نحن وياك بنفس الخط لانه نحن يلي بهمنا هو انه تنجح الرياضه بالضبط. ما بهمنا يوصل شخص معين من مكان معين ويخرب الدنيا مثل ما صاير بهالانتخابات. صحيح مثل ما صار من 4 سنين عفوا يعني هلا بكل شيء في هنات في مطارح بضل في اخطاء معينه بس انه لازم لانه عم بصير في كثير خلافات شخصيه عم تطلع بروس الانديه ومستوى اللعبه والى اخره وانت بتعرف في مجموعه من الاتحادات هيك. نحن بهمنا انه كمان حتى الاتحاد بالتنسيب النوادي ما يروح بس باتجاه بس يحسبها انتخابيا يروح للموضوع الفني يروح لموضوع وتطوير هذا الاتحاد وهذه الرياضة بالضبط بالضبط. شكرا حاج حبيبي. نحن نتمنى أنه نضلنا على تواصل على الصعيد شخصي في تواصل دائم ولكن بدنا إياك دائما ضيف معنا ببرنامج سكور وإن شاء الله تقدروا تحققوا كل هذه الرغبات اللي نحن شوي والخطط اللي مقلين بالإعلام حقيقة بس أنا حقيقة أنت عزيز وبناء لرغبتك أنا حبيت أطلع بهالطلة بس أنه نحن ما كتير بهمنا انه بعرف تحب تشتغل على الارض اكثر. بهمنا الاعلام اللي بهمنا هو الاعلام الرياضي مش اعلام اللي بده يضوي علينا نحن ك ماشي ماشي الاتحاد الرياضي ماشي ان شاء الله الاتحاد الاعلامي الرياضي. شكرا حاج جهاد عطيه وشكرا ايضا مروان الراسي وشكرا لجميع المشاهدين. نرجع نلتقي اذا الله راد الاسبوع المقبل. نهار الاربعاء ما تنسوا عنا المباراه النهائيه لدوره جبران طويني المدرسيه رح بنكون بناء المباشر ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر للمباراه النهائيه الاربعاء بعد الظهر. وبالطبع عنا احداث رياضيه عديده هذا الويك اند نبقى منتبعها ونتائجها منتعرف عليها تنال المقبل ببرنامج سكور.